السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكرام أخواتي الفضلات، وصلنا معكم إلى الـ Deadlock Detection Algorithms. ومثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة، في هذه الحالة راح نسمح للـ Deadlock بالحصول، بعد ذلك سنكتشف حصول الـ Deadlock باستخدام الـ Detection Algorithms، ثم بعد ذلك سنقوم بعمليات الـ Recovery اللي هو إرجاع النظام إلى الـ Safe State من خلال الأمور اللي راح نشرحها إن شاء الله. أيضا إذا كان لدينا نظام يحتوي على single instances for each resource type، يعني كل واحد من الموارد يحتوي على نسخة واحدة، هنا نستخدم ما يسمى بالwait for graph اللي هو الجراف الwait for، يعني حالة الانتظار. النودز طبعا هنا راح تكون هي فقط البروسيسز، راح نقوم بإزالة الريسورسز من يعني المخطط أو الجراف. السهم الخارج من البروسيس إلى الريسورس يدل على أنه البروسيس I is waiting for process J، أو يعني أيضا يعني process I is waiting for process J لكي تنتهي. وطبعا periodically invokes an algorithm that search for circle on the graph. If there is a circle, there is a deadlock. يعني أيضا يعني بشكل دوري نقوم بتنفيذ هذه الخوارزمية للبحث عن حصول يعني circle أو دائرة في المخطط. إذا كان هناك دائرة فبشكل طبيعي سيكون هناك deadlock مثل ما ذكرنا سابقا. الخوارزمية التي تستخدم لكشف حصول circles بهذا الجراف تستخدم n squared operations، يعني هذا big O of n squared، هذه بالنسبة للناس اللي هم دارسين خوارزميات معناتها أقصى عدد من العمليات التي تحتاجها هذه الخوارزمية لكي تكتمل يعتمد على مربع عدد البروسيسز الموجودة في المخطط. كيفية إنشاء الويت فور جراف، إذا كان لدينا هذا الريسورس الوكيشن جراف بالبداية، واللي مثل ما تحدثنا عنه سابقا، هذا يدل على أنه البروسيس الأولى تنتظر أو تطلب الريسورس الأول، والريسورس الأول الذي هو مخصص حاليا للبروسيس الثانية، البروسيس الثانية تطلب الريسورس الثالث، الريسورس الثالث مخصص للبروسيس الخامسة، وهكذا. نقوم باستبدال كل هذه الأسهم، يعني كل سهم مثلا البروسيس الأولى تنتظر الريسورس الأول، والريسورس الأول اللي هو ممسوك من البروسيس الثانية، سنقوم باستبدال كل هذه العملية بسهم واحد من البروسيس الأولى إلى البروسيس الثانية، أي أنه هي العملية الأولى تنتظر العملية الثانية. لأنه بالفعل إذا العملية الثانية اكتملت تنفيذها ستقوم بتحرير الريسورس الأول، والذي عند ذلك سيتم تخصيصه للبروسيس الأولى. نفس الحالة بالنسبة للـ P4 تنتظر الريسورس 2، الريسورس 2 مخصص إلى الـ P1، إذا هناك سهم واحد من الـ P4 إلى الـ P1 يدل على أنه العملية الرابعة تنتظر العملية الأولى. أيضا الـ P2 تنتظر الريسورس الخامس، الريسورس الخامس مخصص إلى العملية الرابعة، إذا الـ P2 تنتظر العملية الرابعة. P2 تنتظر الريسورس الرابع المخصص للعملية الثالثة، أيضا P2 تنتظر العملية الثالثة هذا السهم. P3 أيضا تنتظر الريسورس الخامس اللي هو مخصص للعملية الرابعة، إذا P3 تنتظر العملية الرابعة، وهكذا بالنسبة للبقية. فعند ذلك نقوم بإنشاء ما يسمى بالويت فور جراف. في هذا المخطط يعني نقوم بالبحث عن السيركلز، يعني مثلا هذه سيركل، هذه سيركل، عند وجود السيركلز معناته هناك ديد لوك في هذا النظام. هذه تستخدم للأنظمة التي تحتوي على single instances for each resource. إذا كان لدينا several instances أيضا سنقوم بإنشاء بعض الفكتورز والماتريسز. الفكتورز اللي راح نقوم بإنشائها هي available، واللي هو أيضا مثل ما ذكرنا سابقا الفكتور of length m يدل على أنه هو عدد available resources of each type، أو عدد يعني عدد الموارد المتاحة. الallocation اللي هو m في n هو عدد الموارد المخصصة للعملية في الوقت الحاضر. الريكوست ايضا هو n في m، هو عباره عن مصفوفه تحدد الكرنت ريكوست الطلب الحالي لكل عمليه. فاذا كان لدينا ريكوست اوف اي جي يساوي لنا كي، اي ان العمليه اي تطلب حاليا كي من الانستانسز او النسخ من الريسورس جي، وهكذا. الديتكشن الجوريثم، هنا خوارزميه كشف حصول الديد لوك اللي هي تشبه الى حد كبير يعني السيفتي الجوريثم اللي تحدثنا عنها في المحاضره السابقه. ايضا نقوم بانشاء الورك اند فينيش فيكتورز. الورك هو الافيلبل، والفينش بالبدايه يكون فولس لكل العمليات. الالوكيشن لا يساوي صفر طبعا، اذروايز الفينش يساوي ترو. فايند ان اندكس اي such that، يعني نبحث عن العمليه التي يكون الفينش الخاص بها يساوي لنا فولس، وهي تطلب اقل من الورك او تطلب اقل من الافيلبل. اف ذير از نو such اي جو تو ستيب 4، يعني بالضبط مثل الخوارزميه السابقه لحد الان. بعد ذلك نقوم بعمليه الورك يساوي الورك زائد الالوكيشن، الفينش اوف اي يساوي ترو، جو تو ستيب 2، يعني هذا نفس العمل. الفرق الوحيد ما بين خوارزمية الديتكشن الجوريثم والسيفتي الجوريثم اللي تحدث عنها سابقا هو النقطة الرابعة، أنه إذا كانت الفينش أوف اي سان فولس فور اي ما بين الواحد والان then the system is in a deadlock state. هذه الحالة لم تكن تحصل لدينا سابقا في حالة السيفتي الجوريثم، لأنه كنا نفترض أنه الفينش أوف اي يساوي ترو لكل العمليات. Moreover if the finish of i يساوي فولس then the pi is deadlocked. إذا كانت الفينش أوف اي يساوي فولس، إذا العملية بي اي هي التي سببت الديدلوك، وهي اللي في حالة توقف قناة حاليا.
وايضا الخوارزميه المطلوبه لي يعني الديتكشن الجوريثم هي تتطلب من بيج او اوف ان في ان سكوير اوبريشنز تو ديتكت وذر ذا سيستم از ان ا ديدلوك ستيت. في الحاله السابقه لاحظنا بانه كانت عندنا بيج او اوف ان سكويرد، هذه البيج او اوف ان في ام في الان سكويرد، واللي تدل على انه هي عمليه يعني خوارزميه اكثر تعقيدا من الخوارزميه السابقه. ايضا المثال اللي راح نتحدث عنه ايضا راح يكون المثال بالطريقه التاليه، انه تفترض انه لديك 5 بروسيسز من بي نوت الى بي 4، عندك 3 ريسورس تايبس، الاي تحتوي على 7 نسخ، البي تحتوي على نسختين، السي تحتوي على 6 نسخ. الوضع الحالي للنظام في اللحظه تي 0 او تي نوت سوري، الاي بي سي هي هذه الالوكيشن الموارد المخصصه لها حاليا، وهي تطلب الموارد المحدده هنا. الافيلبل في اللحظه الحاليه صفر، يعني ليس لدينا اي موارد متاحه حاليا. ولكن كيف نبدا بالعمل هنا؟ نبحث عن عمليه معينه يكون الريكوست اصغر او يساوي الافيلبل. بما انه الافيلبل صفر فنبحث عن العمليات التي هي تطلب صفر. فهنا عندنا العمليه بي نوت مثلا تطلب صفر صفر صفر، اي انها لا تطلب اي شيء، اي انها فقط مكتفيه بالموارد الموجوده لديها اللي هي صفر واحد صفر. بعد لحظه من الزمن او بعد فتره من الزمن ستقوم بالاكتمال، يعني لانه هي لا تطلب اي شيء، فستقوم بتحرير الموارد المتاحه لديها او اللي هي الافيلبل، وسيتم اضافتها الى الافيلبل الحالي. يعني راح يكون عندنا صفر 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 زائدا الصفر واحد صفر اللي هي راح تكون عندنا صفر واحد صفر، فهذا راح يكون عندنا الافيلبل الحالي. نفس الحاله نجي نبحث البي 1، هي تمتلك 2 0 0 ولكنها تريد 2 0 2، ال 2 0 2 هي اقل من المتوفر فهي لا تستطيع العمل. ايضا نعبرها الى العمليه اللي بعدها، العمليه بي 2 تحتاج 0 0 0، اي انها لا تحتاج اي شيء، اي انها ستقوم بالتنفيذ لفتره من الزمن، بعد ذلك ستقوم بتحرير الموارد التي تمتلكها اللي هي 3 0 3، وبالتالي راح يكون عندنا هنا زائدا 3 0 3، فراح يكون عندنا 3 واحد ثلاث. هنا راح يكون عندنا هذا الرقم الافيلبل الجديد. نذهب بعدها الى البي 3، البي 3 تطلب 1 0 0 واللي هو اقل من 3 1 3، اذا هي راح تحصل على الموارد اللي تريدهن، وبعد ذلك ستقوم بتحرير الموارد التي تمتلكها اللي هي 2 1 2 او 2 1 1. اذا هنا ايضا راح يكون عندنا 2 1 1، راح يصير عندنا 5 2 4. هنا نلاحظ بانه صار عندنا 5 2 4، بقيه العمليات هذه تطلب 0 2 2 ممكن تحقيقها بسهوله، وهذه تطلب 2 0 2 ايضا ممكن تحقيقها بسهوله، الاثنين هنا اقل من الموجود عندنا. فبالتالي النظام في حاله سيف ستيت، اي انه بعد تنفيذ البي نوت اللي هي هنا مثل ما ذكرنا بي نوت، ثم البي 2، ثم بعد ذلك يعني البي 3 ويعني البي 4 او بعد واخيرا البي 1، يعني اذا اردنا نعمل عمليه سيركوليشن، فهنا الريزلت راح تكون فينش اوف اي ساوند ترو، اي انه كل العمليات ستكتمل بشكل صحيح وناجح ولن يكون هناك حاله ديد لوك. طيب اذا كان نفس هذه الحاله، يعني نفس هذا النظام، وقامت البي 2 بطلب اديشنال انستانس اوف سي، يعني البي 2 سابقا كانت تطلب 0 0 0، اذا قامت بطلب 0 0 1 هذه الحاله شنو اللي راح يصير حاله النظام؟ طبعا ايضا البي 1 هي لا تطلب اي شيء، فبالتالي هي يعني ستكتمل بشكل طبيعي، الا انه الموارد التي كانت ممسوكه من قبل البي 1 اللي هي مثل ما نلاحظ هنا هي 0 1 0 لن تكون كافيه لتحقيق متطلبات اي عمليه اخرى، فبالتالي العمليه بي نوت راح تكتمل بشكل طبيعي، الا انه العمليات الاخرى راح يصير عندنا ديد لوك، والديد لوك اكزيست يعني، والعمليات التي ستكون في حاله ديد لوك هي البي 1 بي 2 بي 3 بي 4، لانه لن يكون هناك اي عمليه اخرى سنستطيع اكمالها بالمتوفر حاليا، واللي هو عندنا حاليا هو راح يكون هو فقط 0 1 0 اللي هي الموارد اللي اخذناها من البي نوت. فالبي نوت اكتملت ولكنه اي عمليه اخرى لن تستطيع الاكتمال بالمتوفر الحالي. فهنا عندنا صار عندنا ديد لوك، يعني سوينا ديد لوك ديتكشن واكتشفنا بانه العمليات التي هي في حاله ديد لوك هي بي 1 بي 2 بي 3 اند بي 4. طيب هنا كيفيه استخدام الديد لوك ديتكشن، كيف نستخدم خوارزميه الديتكشن؟ يعني متى وكيف؟ أو يعني كم مره من المرات سنقوم بتنفيذ هذه الخوارزميه؟ طبعا هذا الشيء يعتمد على هاو اوفن ذا ديد لوك از لايكلي تو اوكيور، يعني من خلال مراقبه النظام لفتره من الزمن نعرف يعني كم من المحتمل ان يحصل ديد لوك، يعني كل 5 دقائق كل 10 دقائق. طبعا هذه تحصل الكثير من التجارب يعني في المختبرات قبل ان يتم تحديد يعني مده تكرار الديد لوك ديتكشن في نظام تشغيل. وكم من العمليات نحتاج انه نعمل لها رول باك، يعني كم من العمليات نحتاج انه نقوم بايقافها ثم يعني اعاده تشغيلها لكي نتخلص من الديد لوك. 1 فور ايتش ديسجوينت سيركل، طبعا يعني الشيء البديهي انه نقوم بايقاف عمليه واحده من كل سيركل يعني منفصله عن يعني الدوائر الاخرى. اذا كانت الديتكشن الجوريثم يتم تنفيذها بشكل عشوائي there may be many circles، يعني اذا
يعني كانت التنفيذ فقط عشوائي مثلا من كل ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، يمكن أن يكون هناك الكثير من السيركلز في الريسورس جراف، وبالتالي نستطيع يعني معرفة ما هي العمليات التي سببت الديدلوك في الأصل، وبالتالي راح يكون هذا الشيء مو صحيح، أي أنه الأصح أنه يتم تنفيذها بشكل بيريوديكالي بشكل منتظم. الريكفري فروم ديدلوك طبعا هنا يعني كيف نستطيع ارجاع النظام الى حالته الطبيعيه عن طريق البروسيس ترمينيشن، يعني بعض العمليات التي سببت الديدلوك يجب ان نقوم بايقافها لكي يرجع النظام الى حالته الطبيعيه. وطبعا هناك عده خيارات، اما انه نقوم بابورت اول ذا ديدلوكت بروسيسز، نقوم بايقاف كل العمليات اللي هي في حاله الديدلوك، وهذه طبعا هي تعتبر تو راديكال يعني قاسيه جدا، لانه هذه راح تضيع الكثير من الموارد من النظام، لانه ربما هناك الكثير من العمليات اللي هي واصله 90% او 80% من تنفيذها، فعند ايقافها كلها هذا يدل على انه النظام خسر يعني بروسيسنج تايم وبروسيسنج ايفورتس والكثير من الامور الاخرى. الحاله الثانيه انه ابورت وان بروسيس ات ا تايم انتل ذا ديدلوك سيركل از اليمينيتد، يعني نقوم بايقاف عمليه واحده في كل مره الى ان يتم كسر حلقه الديدلوك. وهنا ايضا راح يعني تكون هناك كثير من التساؤلات، which order in which order we should choose to abort، ما هي يعني كيف ما هو تسلسل ايقاف العمليات. اول شيء ممكن انه نعتمد على priority of the processes، اي انه نوقف العمليات الاقل اولويه او الاقل اهميه. يمكن ان نعتمد على انه how long the process has computed، كم نسبه الحسابات الموجوده في البروسيس، فمثلا البروسيس اللي مكمله 90% من عملها هذه ليس من الصحيح انه نوقفها، وانما نبحث عن العمليات التي نفذت نسبه قليله جدا منها فقط. And how long to completion، يعني كم بقي لها لكي تكتمل. Resources the process has used، كمية الموارد التي يعني استخدمتها هذه البروسيس، إذا كانت الكمية كبيرة جدا وهي على وشك الاكتمال فهذه يفترض أنه يعني نتركها يعني تكمل، أما إذا كانت العملية استهلكت موارد قليلة جدا وبقي لها وقت طويل جدا لكي تكتمل فهذه يعني نقوم بعملية الأبورت لها أفضل. Resources process need to complete، كمية الموارد التي تحتاجها العملية لكي تكتمل. How many processes will need to be terminated، كم عدد العمليات التي نحتاج أنه ننهيها في كل مرة، يعني مثلا إذا كان لدينا 5 عمليات وقمنا بحساب الأوردر، يعني بعض الأحيان نستطيع يعني عمل أبورت لعملية واحدة، بعض الأحيان نحتاج أنه نقوم بعملية أبورت لثلاث أو أربع عمليات لكي تكتمل العملية الخامسة، فهنا أيضا يكون هناك قرار يجب أن يتخذه نظام تشغيل. Is the process interactive or batch، هل العملية هي يعني تفاعلية أو حزمية، أيضا يعتمد على نوعية العملية. ايضا يعني الريسورس بريمبشن، كيف نستطيع يعني كيف نستطيع ارجاع النظام الى حالته الطبيعيه من الديدلوك، وكيف نستطيع اخذ الموارد. ايضا سيلكتنج ذا فيكتيم، يعني اختيار العمليه الضحيه يجب ان يتضمن مينيمايز ذا كوست، تقليل الكلفه، يعني مثل ما ذكرنا لازم العمليه التي نقوم بايقافها او يعني اخراجها من حاله الديدلوك سيركل يجب ان تقلل لنا الكلفه الكليه، يعني لا نستطيع اخراج عمليه هي نفذت 90% وتمتلك الكثير من الموارد، لان هذا يدل على انه هناك ويست كبير في النظام. الرول باك اللي هو ارجاع العمليات، ريتيرن تو ذا سم سيف ستيت، ريستارت بروسيسز فروم ذات ستيت، ايضا ارجاع العمليات الى حاله سيف ستيت وبدء العمليات من تلك النقطه. المشكله اللي قد تواجهنا هي الستارفيشن، المجاعه، ايضا مثل ما ذكرناها في الفصول السابقة، لأنه بعض العمليات may always be picked as a victim include the number of rollbacks and the cost factor، إذا كان هناك عمليات يتم اختيارها دائما أنه تكون هي الفيكتم، يعني هي الضحية التي يتم إخراجها من إيقافها وأخذ الموارد المخصصة لها وإخراجها وإرجاعها إلى safe state، إذا كانت هذه العملية يتم اختيارها يعني في كل مرة نفسها وليست العمليات الأخرى، فلكي نتخلص من هذه المشكلة نقوم بتضمين عدد الrollbacks في cost factor، أي أنه كلما كانت العملية تقوم بعملية رول باكس أكثر يجب أن يكون الكوست فاكتور بها الخاص بها أعلى، وبالتالي ستتجنب عملية الرول باك في المستقبل. هذا هو كل ما يخص الديدلوك، يعني الفصل السابع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، وشكرا جزيلا للمتابعة، وانتظرونا إن شاء الله في الفصول القادمة.